اهلا بيكم يا اصحابي في الفيديو فظيع بتاعي ده. دلوقتي انا عايزه اقول لكم خبر، انا دلوقتي حامل، مش عارفه ان شاء الله هجيب بيبي بنت ولا ولد، بس انا متوقعه ان هي ان شاء الله تطلع بنوته. انا اصلا كمان عندي بنت كبيره فهكون اخت صغيره ليها. انا متحمسه جدا، فجبت لها السرير الصغنون اللي هتقعد فيه، وكمان الكرسي بتاعي اللي هيكون قاعده فيه جنبيها، بغني لها بالليل عشان اسكتها، وبقرا لها قصص بتاعتها لحد ما تيجي. متحمسه قوي قوي قوي، هيبقى ان شاء الله عندي بنوتين، هيبقوا حبايبي، هيبقوا صحابي. عندي بنوتي الكبيره اسمها ريتا، عندها 3 سنين، فدي هتيجي بقى اختها الثانيه. اهلا اهلا، ازيك يا ماما؟ انا مبسوطه جدا ان انا هيجيلي اخ او اخت جداد. انت لسه معرفتيش؟ لا يا حبيبتي لسه معرفتش النوم. انا خلاص قربت ان انا اولد كمان، اول لما اولد هتعرفي بقى نوع الولد، بيبي ولد ولا بنوتة. الله يا ماما، وحاضر بقى ان انا اخلي بالي منهم والعب معاهم وكده. طب يا ماما، هما هيقعدوا معايا في الاوضه ولا هتعملوا لهم اوضه تانية؟ لا لا لا، هيقعدوا معاكي الاول في اوضه لحد ما انتوا تكبروا، بعد كده كل واحد فيكم يروح اوضه تانية. الله يا ماما، انا مستنيه اوي حد من اخواتي يجي يلعب معايا، لحسن انا حاسه ان انا زهقانه جدا وانا لوحدي. طبعا انا عارفه ان انتي زهقانه، عشان كده عايزه اجيب لك ولد وبنت مثلا تانيين او ولدين، اي حاجه ربنا هيجيبها حلوه. الله، انا عايزه بقى ان انا اكلهم واغير لهم البامبرز واشيلهم والعب معاهم ونقعد نلعب مع بعض كتير جدا جدا جدا. بصي، انتي هتشيليهم لكن مش هتغيريلهم البامبرز، يعني انتي لسه صغنون انتي كمان، فمش هينفع. بصي بقى، دي الحاجات اللي جبتها للبيبي الجديد عشان خاطر لما يجي. جبت البانيو بتاعه، وجبت هنا الكتاب بتاع ازاي تربية البيبي، وهنا كمان الهوكي توكي اللي هون عشان احطه عشان لو سمع البيبي في اوضه تانية لو هو بيعيط او حاجة. اوكي، وجبت ايه تاني؟ وعندي البانيو، وعندي فرشة، وعندي جبت اللبس، وجبت البورنوس بتاع البيبي، وجبت المخدات، وجبت البامبرز. وانا يا ماما اديتها هديه شويه لعب من عندي، وهي بنوته عشان تلعب بيها. يا حبيبتي هتفرح بيها جدا. يا ماما، وممكن كمان ان انا اخليها تلعب بالبطه كمان بتاعتي اللي انا بحبها قوي. الله، ميرسي جدا يا حبيبتي، انتي هتفرحيها قوي قوي قوي. طيب احنا كده جبنا الحاجات بتاعت البيبي وظبطناها، والسرير والهوكي توكي. يا ماما، كنت عايزه ايه؟ بصي الحصان كمان بتاعي ده انا بحبه جدا، وعشان كده كمان هدهولها. طيب اوكي، ده فكره برضو هتكون حلوه جدا منك. احنا كده جبنا لها كل اللعب خلاص، ما فاضلش اي حاجه غير ان هي تيجي. يا ماما، وانا هقعد العب معاها والعب معاها كل اللعب اللي ممكن تتخيليها. انا فرحانه قوي ان انا هيجي لي اخت او اخ هيكون صحابي. طيب دي اهم حاجه ان انتي فرحانه. بصي انا بلعب كمان، بعرف اعمل على البوتي التويلت، هما كمان يعرفوا يعملوا زي التويلت على البوتي. لا لا، هما لسه صغيرين، هيعملوا الاول في البامبرز ولما يكبروا هيعملوا في الايه، في البوتي. عيد من الاول تاني كل التربيه دي، يا ناري ده شكلي هتعب قوي. لا ما تقلقيش يا ماما، كل حاجه هتكون كويسه قدام انا هكون معاكي. طيب دي اهم حاجه. بعدين انا جعانه قوي، بفكر باكل ايه، احسن انا هموت واكل. البيبي كمان بيتحرك وجعان قوي قوي قوي، وعايز ان انا اولد بقى بسرعه خلاص، متشوقه جدا، مش قادره هموت واشوف البيبي الجديد. استنوني بقى يا صحابي عشان اجيب لكم فيديو تاني فيه بقى البيبي التاني بتاعي بعد ما ولدته. باي باي.